بقدر ترقب الزيارة وأهميتها الكبيرة كانت حفاوة الترحاب. وهكذا احتضن مواطنو وأعيان تيزي وزو رئيسهم. إن شاء الله سيد الرئيس. وسط استقبال شعبي حاشد، ترجل السيد الرئيس بالشوارع الرئيسية لتيزي وزو، وأبى إلا أن يصافح ويتبادل الحديث مع المواطنين الذين صدحوا بوفاء التجسيد ودعم مساعي ترقية التنمية في كل شبر من أرض الوطن. نرحب بكم الجزائر الموحدة. اختزلت غمرة الاستقبال وعفوية اللقاء وواقعية الإنجاز رسائل من منطقة بتاريخ ثوري عظيم. الولاية التي يعرفها السيد الرئيس جيداً وأنجبت رجالاً أشاوس تستحق كل التقدير، كما قال وهو يلتقي فعاليات المجتمع المدني. لقاء مباشر دأب عليه السيد الرئيس في كل خرجاته، حيث يستمع ويرد على انشغالات المواطنين ويقف شخصياً على تفاصيل ترقية ظروف الحياة. فالمرحلة تراهن على التسيير الناجع المزيح لكل ما هو معرقل أيا كان شكله، وتجمع يضعها السيد الرئيس نموذجا ناجحا لتسيير الشأن المحلي. على الأرض جهود الرجال تمنح شكلا راقيا وحضاريا لكل ما ينجز وتقصي الركود من قاموسها. ملعب حسين أي تحمد جوهرة رياضية بمعايير عالمية تشنه السيد الرئيس. 14 سنة باش قدرنا ندشنوه بمجهودات جبارة وباستثناءات، فهنيئا للجزائر أولا، هنيئا لولاية تيزي وزو، وتستاهل ملعب مثل هذا وأحسن. ومن الرمزية التاريخية والعرفان أن يحمل ملعب أحد أعرق نوادي كرة القدم بالجزائر شبيبة القبائل اسم المجاهد الراحل حسين أيت أحمد دحمد، أحد أبرز القادة الثوريين بحضور عائلته. الاستحقاق لشبيبة القبائل التي لطالما رصعت رصيد كرة القدم الجزائرية بألقاب من ذهب، والتقدير للسيد الرئيس بمواصلة تشييد المنشآت الرياضية لشباب الجزائر والاهتمام بكل ما يحتويهم في صدارة الاستراتيجية والرؤية المنتهجة من أجل تنمية متكاملة استعرضت حصيلتها بولاية تيزي وزو منذ سنة 2020 أمام السيد الرئيس لمشاريع حيوية في قطاعات هامة كالسكن، أين شيدت مدن حضرية على سفوح الجبال، والموارد المائية بإنجاز محطات لتحلية مياه البحر ومشاريع الأشغال العمومية التي تعبد مسالك التنمية وتواصل إطلاق مشاريع في الصحة بمعايير حديثة.
مستشفى تيزي وزو الجديد بسعة 500 سرير الذي سيكون قطب امتياز وينجز في آجال قياسية. من مكان لآخر لمسنا ارتياح المواطنين لاهتمام السيد الرئيس بالتنمية في الولاية. وعدنا لي بروجي دي بغار ذاكي وعدنا ويرنا ديرنو أفرح قيض اللي فرحن والفرحي فرحن الشعب يرزد ارتيزي وزو قشوش مشوش ونكني الفرح وين اين كايرا يخدم ان شاء الله الجزائر اترفع الاعلام لنا الجزائر بوسه ان شاء الله تقيوز كما اكثر باكا تجهد ان شاء الله فوس دك فوسه وكن تاعكم تا تفسوس يكون يرنا مديوسان العسلامينس يرزد يبودي ثينو ترزاينس تبودا تصل شغال يبد دي زونفلوب مقارن تورا دن فكام ديا ستي ذاكي تمدون اخامنا كاين نتودرين 70 مليون نيض ثاني ساريت 900 مليون يعني ذيني صفراح انا طاس طاس وثاني فكا ياخذ لوبيتال دو 500 لير ياخذ يفكا ياخذ ستاد مجاهده مقارن الحسين تحمد يرنا يفكا ياخذ ثينا بومان تكزير كفريسين يبارك ربي مقرط مليح مليح ويطاسي سوفاري دي بويدس يعني بوان دي نونفلوب يعني ما شاء الله ان شاء الله نكون اذا غين وشدنيني نفرح سلفرح سلفرح ضم قرانيتي نقوفل ان شاء الله سير زدت غير دي لي بروجي نيضون جو سي با نكون يوم لي جون شغل غير دي الحاجات اللي لوزينات ناشو ذاك اللي تيزي شغل غير عاون سيس ناشو هذه الحاجه الى الان نشكر تصميم ديوسير كارتيزي وزو ان شاء الله سوا الخير اللي سير زدت اي مي سي بليزي تو صافي بليزي ميديو سيرف لي فرحان على ميديو سيرف فاكي ان شاء الله غادي دي يا خمي في لي جون وفنير لي جون وفنير لي جون تاجيريا اخدم هو جا خدمه مسي بريزيدون انا خفام انا خمتاوي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله انا لي وكل ان شاء الله شرف على مزيك فال خان الزيك خان الاوروب خان مالي كان خان سنوكل يعطيكم صحيت ايوا افتح الجزائر في فلاشيل